السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد. فيديو اليوم خاص بالفرد رقم 1 من الأسدس الثاني، مكون التراكيب والصرف والتحويل، المستوى الرابع للموسم الدراسي الحالي 2021-2022. ده السؤال الأول، أشكل الجمل الآتية. إذن سنقوم بشكل الجمل المقترحة. يهوى الرياضي تسلق الجبال. يهوى الرياضي تسلق الجبال. الجملة الثانية، يذهب أبي كي يسقي الحقول. كي يسقي الحقول. السؤال الثاني، أتمم ملء الجدول. سقيت الحقول. إذن الفاعل هنا في هذه الجملة، إذن تاء المتحركة المرفوعة في محل رفع فاعل، إذن نوعه ضمير متصل. ضمير متصل. الحقول مفعول به، إذن المفعول به سنقول الحقول. إذن نوعه في هذه الجملة اسم ظاهر. اسم ظاهر. يقرأ المتعلم القصة. إذن الفاعل المتعلم. المتعلم نوعه اسم ظاهر. اسم ظاهر. المفعول به القصة. إذن سنكتب القصة. القصة. نوعه كذلك اسم ظاهر. اسم ظاهر. قرأتها بتمعن. قرأتها بتمعن. إذن بالنسبة للفاعل في هذه الجملة، إذن قرأت، إذن التاء المتحركة، إذن ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، إذن التاء ضمير متصل، إذن يجب أن نكتب ضمير متصل، لأن الضمائر تنقسم لأنواع، يمكن أن يكون ضمير متصل، يمكن أن يكون الضمير منفصل، أو يمكن أن يكون ضمير مستتر، إذن ضمير متصل. بالنسبة للمفعول به هنا، ها، ضمير متصل، إذن نوعه ضمير متصل، إذن الهاء ضمير متصل، مبني في محل نصب مفعول به. نمر الآن إلى السؤال الثالث، أملأ الفراغ بحرف نصب مناسب. اختار علي أن يرافق والده للحقل كي يتعلم منه طرق الزراعة، لأن الفرصة ربما لن تتكرر. لن تتكرر. إذن أن كي لن من حروف النصب. سؤال الموالي، السؤال الرابع، آتي بجملة تتضمن فعل مضارع وأدخل عليها حرف جزم. إذن سأقترح عليكم الجملة التالية، يحضر علي في الوقت المحدد. في الوقت المحدد. بعد أداة جزم، لم يحضر علي في الوقت المحدد. لم يحضر علي في الوقت المحدد. لم يحضر علي في الوقت المحدد. نمر الآن إلى السؤال الموالي، السؤال الخامس، أضع الجملة المناسبة. إذن حرف نفي وجزم. مثلا لا أو لم. إذن سنختار لم. مثلا لم يكتب واجباته.
إذن لم أداة جزم ونفي. لم يكتب واجباتي. الآن سنوظف جملة تتضمن فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. إذن رسم الفنان لوحة. رسم الفنان لوحة. إذن الفنان فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. ونمر الآن إلى مكون الصرف والتحويل. أتمم ملء الجدول. إذن لدينا أفعال سنضيف واو الجماعة ونون النسوة. يحرثون. نون النسوة يحرثن. سامعوا. نون النسوة سمعنا. استخدمنا. إذن بنون النسوة نقول استخدمنا. نمر الآن إلى السؤال الثاني. أملأ الجدول بالفعل المعتل المناسب. إذن فعل معتل مثال يعني معتل الأول. وجد وصل مثلا. فعل معتل أجوف نام يعني معتل وسط. فعل معتل ناقص مثلا نما سعى. فعل معتل لفيف مقرون يعني حروف العلة تأتي إذن في الحرف الثاني والثالث. لفيف مقرون مثلا شوى. إذا لاحظوا معي حرفه الثاني والثالث حرف علة. إذن معتل لفيف مقرون اقتران حروف العلة. الآن فعل معتل مفروق يعني حرف العلة في الأول وفي آخر الكلمة الفعل يعني في آخر الكلمة نعم الفعل. مثلا وعى. لاحظوا حرفه الأول وحرفه الثالث حرف علة. إذن فعل معتل مفروق إذن حروف العلة إذن جاءت في الحرف الأول والأخير. نمر الآن إلى السؤال الثالث. أصل بخط. قرأته. إذن الهاء قرأته ضمير متصل في محل رفع أو ضمير متصل في محل نصب. إذن قرأته الهاء جاء الضمير متصل في محل نصب. ماذا مفعول به؟ نشأت. إذن التاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل. إذن هنا سأضيف للتوضيح في محل نصب مفعول به. بالنسبة للجملة الأولى ضمير متصل في محل رفع فاعل. إذن للتوضيح فقط ليس المطلوب منا أن نضيف هذه يعني التوضيحات لكن فقط لكي تترسخ لكم الفكرة في أذهانكم. السؤال الرابع. أذكر أسماء الإشارة للمثنى المذكر والمؤنث. إذن نقول هذان والمثنى. لاحظوا مثنى أو هاتان. إذن المثنى المذكر والمؤنث للجمع المذكر والمؤنث. إذن هؤلاء للجمع المذكر والمؤنث. إذن فهي تستعمل للجمع المذكر وللجمع المؤنث معا. إذن السؤال الخامس. أحول الجملة التالية حسب الضمائر. هذا المتعلم الذي يقرأ القصة مجتهد. المفرد المؤنث. هذه المتعلمة التي تقرأ القصة. إذن التي تقرأ القصة مجتهدة. إذن مجتهدة المثنى المذكر. هذان المتعلمان اللذان يقرآن. إذن يقرآن القصة ماذا مجتهدان. المثنى المؤنث. هاتان المتعلمتان اللتان تقرآن تا
تقرآن القصة، القصة سأتمم هنا، القصة مجتهدتان، مجتهدتان. إذن الجمع المذكر هؤلاء المتعلمون الذين يقرأ إذن يقرؤون القصة مجتهدون، مجتهدون. إذن سأعيد القراءة من أجل التوضيح فقط إن كانت الكتابة غير واضحة. المفرد المؤنث: هذه المتعلمة التي تقرأ القصة مجتهدة. المثنى المذكر: هذان المتعلمان اللذان يقرآن القصة مجتهدان. المثنى المؤنث: هاتان المتعلمتان اللتان تقرآن القصة مجتهدتان. هؤلاء المتعلمون الذين يقرؤون القصة مجتهدون. إذن أصدقائي نهاية الحصة، موعدنا يتجدد إن شاء الله مع فروض أخرى خاصة بالمرحلة الثالثة، دائما على نفس القناة. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.